نرحب بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. بعد نياح مثلث الطوبة والرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، بدأت رحلة طويلة باختيار القائم مقام البطريرك نيافة الأنبا باخوميوس باعتباره أقدم المطارنة، وبدأت عملية تشكيل لجنة المرشحين المكونة من 18 فردا، 9 من الأباء المطارنة والأساقفة، و9 من أعضاء المجلس الملي. ثم تم تذكية بعض الأباء الرهبان والأساقفة لشغل منصب بابا الكنيسة 118، وقدمت الطعون وشكلت لجان لفحص هذه الطعون، وكل صل عدد تم اختيار 5 من بين الأباء المطارنة والأساقفة والرهبان، 2 من الأساقفة و3 من الأباء الرهبان. هذه الرحلة استمرت حتى 29 من أكتوبر، منذ 3 أيام، حتى تم إجراء العملية الانتخابية التي شهد لها العالم بالنجاح والنظام الشديد والنزاهة، وتم اختيار 3 حاصلين على أعلى أصواتهم: نيافة الأنبا تودروس أسقف عام البحيرة، ونيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والراهب القمص رافائيل أفامينا. يتبقى من محطات في هذه الرحلة يوم الأحد الرابع من نوفمبر، الأحد القادم في 8 صباحا، حيث يجرى قداس القرعة الهيكلية الذي ينتهي بإجراء القرعة الهيكلية وإعلان اسم البابا الجديد، البابا 118 من باباوات الكرازة المرقسية. ثم يأتي يوم 18 من نوفمبر لنحتفل سويا بتجليس هذا البابا البطريرك. معنا للحديث عن هذه المحطات وإلقاء المزيد من الضوء عنها القس رافائيل لطفي، كاهن كنيسة العذراء بالزمالك. بنرحب بقدسك العظيم. صباح الخير. بداية عايزين نعرف تقييم قدسك ليوم 29/10، والذي تم فيه إجراء العملية الانتخابية من 9 صباحا وحتى 5 مساء، ثم فرز الأصوات وإعلان النتيجة. الحقيقة الكل كان بيمدح في نظام هذا اليوم وفي نزاهة هذا اليوم وفي الترتيب واستقبال الناخبين واستقبال الناس اللي جايين من بلاد بعيدة وأماكن استراحة، والنظام اللي بيستقبل الناس بيمشي كل واحد في التراك بتاعه لغاية لما يوصل لأنه ياخد الورق الاقتراع ويحطه في الصندوق. كان حقيقة حاجة منظمة جدا جدا وحاجة أكثر من رائعة. هناك البعض الذي يقول أن عدد من لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، هذا العدد القليل اللي هو 2418 بإضافة الخمسة الإثيوبيين، هو عدد قليل، لهذا تمكنت الكنيسة أو النظام بصفة عامة من السيطرة على هذا العدد وإجراء انتخابات تتسم بهذا القدر من النظام والشفافية. البعض له رأي آخر إن كان العدد كانتخابات مجلس الشعب مثلا أو انتخابات الرئاسة فسيتم فقد السيطرة على هذا النظام. رأي أكثر. بص، احنا من الكنائس، الكنيسة الأبطالية، الكنائس القليلة قوي اللي بتشرك الشعب في اختيار البابا. هي الكنيسة الوحيدة يا أستاذ. أو هي الكنيسة الوحيدة اللي بتشرك الشعب. فما ينفعش افتح الموضوع بصفة عامة. حتى لو اتغيرت اللائحة برضو مش هتفتح بصفة عامة. جايز العدد يكبر كنسب، كان احنا مثلا لائحة اتعملت سنة 54 او سنة 57 اتعملت باعداد معينة تتناسب مع الاعداد اللي كانت موجودة للقباط في نفس الوقت، لكن العدد كبر. نسب فقط ام فئات؟ لا، هي هتتعمل نسب وفئات ايضا. ما هي النسب داخله فيها فئات، فتتعمل نسب اعلى بفئات اكتر شويه. فهتتوعد. حد علمي يقول ان هم الاباء الاساقفه كانوا بيدوروا بيبحثوا بعد اعلان نتيجه الثلاثه الحاصلين على اعلى اصوات عن هؤلاء الثلاثه علشان يكتبوا اقرار بتغيير قبل ما يتم معرفه من هو البابا الجديد، بتغيير او نسف لائحه 57 اللي هي فيها نقاط كثيره من الضعف
لا تتماشى مع روح العصر اللي احنا فيه. هو مش نصفها بالضروره قوي، لانه هو يعني اللي عملها المجمع المقدس اللي كان موجود في الوقت ده، فمش هتلاقوها ان هي ممكن تتنسف بمعنى كلمه نسف، ولكن هيتغير فيها الامور اللي تتناسب مع العصر. يعني مثلا ايه؟ انه سته من الاساقفه يزكوا واحد. سته من الاساقفه كان المجمع المقدس ساعتها حاجه 20 واحد، دلوقتي المجمع المقدس 100 وشويه، فمش معقوله يبقوا سته بس برضه، فهتتغير الامور زي كده يعني. يعني رأي قدسك في مشاركة أقباط المهجر اللي هو لم يكن لهم ذكر أثناء ما حصلت القرعة الهيكلية والانتخابات بتاعة مثلث الطوبة ورحمات البابا شنودة، لأنه لم يكن هناك كنائس في المهجر، لكن مع انتشار عدد الكنائس اللي عملها قداسة البابا شنودة في أوروبا وأمريكا ومختلف قارات العالم أصبحوا يشكلون قوة مهمة ولهم رأي رغم بعدهم ورغم كونهم يعني في قارات أخرى، فإنهم يؤثرون بالفعل في آراء الكنيسة، قوانينها، مشاركتهم في إنشاء الكنائس هناك. يعني رأيك في مشاركتهم وهم النسبة اللي تغيرت اللي هي 6% كان كلهم أقباط مهجر لظروف خاصة تذاكر الطيران والسفر وكده. هو يعني حتى في الدورة دي شاركوهم بصفة إنه في أبرشيات أنشئت، فشاركوا بصفة أبرشيات، لكن في ناس في المهجر مش تبع أبرشيات، لسه ما تعمل لهمش أسقف عشان يكون أبرشية، لكن أكيد في اللائحة الجديدة أمر زي كده هيلاحظ وهيتعمل لهم بند بحيث الناس اللي ما لهمش أبرشية برضو يكون ليهم نصيب في التوجيه في الانتخابات. تعليق قدسك على دور الدولة ومشاركتها في هذه العملية. هستأذنك في حاجة عملها نيافة الأنبا بخميس علشان يشرك بقى القاعدة العامة للشعب. لما نزل أسامي 17 واحد أصدر الأنبا بخميس قرار أن كل كنيسة تعمل فيها صندوق، الصندوق ده ننبه على الناس أن من حقك تقول رأيك أنت عايز إيه في البابا الجديد، وكان كل واحد ليه حرية أنه يكتب ويحط في الصندوق ده، والصناديق دي اتجمعت وراحت في المقر الباباوي عند نيافه الانبا بخميس واتعامل بيها كويس. يعني هل كان النقاشات اللي بتتم بين نيافه الانبا بخميس ولجنه المرشحين والمرشحين انفسهم كانت تستند الى هذه الاراء من المواطنين؟ بعضها بكتير طبعا. طيب يعني عايز اعرف برضو تعليق قدسك على مشاركة الدولة في اجهزتها المختلفة في هذه العملية الانتخابية وهذا اليوم التاريخي اللي مرينا به يوم 29، متمثلة مثلا في وزارة الداخلية ولقاء وزير الداخلية مع بعض المسؤولين، او افاد مندوب حسب لائحة 57 من وزارة